هو ان العوامل اللي بتسبب التسوس كتيره جدا، يعني الاكل، الدايت، احيانا الرضاعه الغلط، احيانا ان هو يكون بيعمل كل حاجه كويسه بس ما بيغسلش اسنانه، او بيغسل سنانه غلط، او بيغسل سنانه بفرشه قديمه. فبالتالي العوامل المؤثره للمرض ده كتيره شويه عن الطبيعي. يعني الفرشه القديمه، الدايت، الغسيل الغلط يسوس، يسبب تسوس؟ طبعا ابدا من الاخر. الدايت مثلا اللي هو الاكل، لك ان تتخيل لو في طفل هياكل مثلا قطعه شوكولاته، قطعه الشوكولاته دي اللي احنا ناكلها لو كلها كل ساعه قطعه، هو كل ساعه بيعرض سنانه لجرعه من التسوس رهيبه، فتلاقي معدل التسوس عند الطفل ده عالي جدا. الا ان لو ياكل القطعه دي مره واحده يبقى افضل بكتير. فبالتالي طريقه الاكل نفسها بتفرق. نوع الاكل، انت عارفه كويس جدا ان هو الحاجات المقرمشات والحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت دي بتعمل معدل تسوس، في دليل او في العكس لو الطفل ده بياكل مثلا فراوله بيقطم الحلويات او بياكل اي حاجه فيها مضادات اكسده او فيها فايبرز، ده بيقلل معدل التسوس. اذا الدايت بيلعب دور، طبعا بيلعب دور. طب ينطبق علينا احنا كمان عشان بس ناخد بالنا. طبعا الرضاعه مثلا، في مرض مشهور جدا جدا عند الاطفال حاجه اسمها بيبي بوتل سيندروم او متلازمه الرضاعه. الفكره ان الطفل ده بيقعد 8 ساعات في لبن عن طريق بقى ان كان بيرضع من الام او بيرضع من طريقه خارجيه، بس قعد لمده 8 ساعات معرض للبن، فبالتالي معدل التسوس عالي جدا. تلاقي الطفل عند سنتين ثلاثه كل اسنانه الاماميه مسوسه. اذا الرضاعه بتاثر. نوع تاني هو بياكل كويس وبياكل فاكهه وكل حاجه، بس بيقعد فتره طويله ما بيغسلش اسنانه، او من عند سنتين ثلاثه ما بيستخدمش خيط طبي، فبالتالي ده برضو يسبب تسوس وهكذا.